السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة ورمضان كريم عليكم جميعا. النهاردة دار الإفتاء أعلنت أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أعادها الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أمين يا رب العالمين. أول حاجة عايز أبدأها مع تهنئة مرتضى منصور بعيد الأم. مرتضى منصور من خلال صفحات على السوشيال ميديا وتحديدا على فيسبوك قال لك: يتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخالص وأصدق التهاني وأسمى آيات الاحترام والتقدير لكل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. افتكر يا معالي المستشار إن أنت هنيت الأم بعيد الأم، ما تجيش بعد ما تطلع إن شاء الله وأول ظهور ليك أو أول مداخل على قناة نادي الزمالك تقول أمك أمك أمك، أنت ما بتقولش أمك ثم ما بتوصلناش بالأم، أنت بتقول أخلي ليلة أمك بلاك ليلة أمك. فالأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق يا معالي المستشار. يعني عموما كتر خيرك يا معالي المستشار. شيكابالا النهاردة الحمد لله رب العالمين، ربنا بيتم شفاعه على خير وبيتواجد في تدريبات نادي الزمالك بقى سليم وتمام. خلصنا بقى فترة الدعم يا شيكابالا، نخش بقى في الجد والكلام الجداني. يعني الفترة اللي فاتت كان كلام جد وصادق والله وأمنيات بالشفاء، يعني دائما وأبدا لا نتمنى الضرر لأحد مهما كنا مختلفين معاه. نحن نختلف للمصلحة العامة، ما بنختلفش علشان شيء يعني، وبنختلف على الحقيقة. ما بنحبش التدليس ولا التضليل ولا الكذب ولا الأساطير اللي من العجوة يعني. بالنسبة ولو إن العجوة حلوة يعني، بالنسبة لجيزفالدو فيريرا بيغيب عن تدريبات نادي الزمالك اليوم، ويقود تدريبات نادي الزمالك أحمد عبد المقصود حسين ياسر طبعا بعد ما تقدم أسامة نبيه باستقالته. والأخ جيزفالدو فيريرا أعلنه بالأمس عن رحيله يعني، لكن الراجل قال لهم اديوني فلوسي القديمة ليها مستحقات عندكم 3-4 شهور هاتوهم أخذ الجرشين، وبعدين نتكلم بقى في موضوع انتفاضة الشرط الجزائي يعني. الاتحاد الافريقي لكرة القدم مرشح محمود عبد المنعم كهربا. كهربا تحس ان هو زانق الاعلام الزملكاوي وكل واحد كاره لكهربا، تحس كهربا زانقه كده في ركن نازل فيه ضربه بقاله 3-4 ايام من ايام مباراة النادي الاهلي والقطن الكاميروني، وبعد كده انضم للمنتخب، وبعد كده صورته اللي هنجيلها دلوقتي مع المدير الفني فيتوريا، والحد الاعلان اللي هيعمله حتى الظهور بتاعه واختياره كمان من قبل الكاف. الكاف متآمر، نحن هنجد انتوا عايشين كهربا زانقهم ونازل فيهم ضرب يعني. هو وبيرستاو الاثنين مرشحين مع ساديو كانوتي واللاعب شاما، الاثنين لعيبه بتوع سيمبا، اثنين من لعيبه من سيمبا واثنين لعيبه من الاهلي، مرشحين كافضل لعيبه افضل لاعب في الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا. نادي الهلال السوداني طبعا كلمنا وقلنا بنرحب بيهم واخواتنا، وتاني وتالت وباكد ان احنا لما بنعامل الهلال او غيره بعامله بقيمتي، بقيمة النادي الأهلي وليس بقيمته هو أو قيمة أي حد تاني. أنا أفرض أن في شخص لا يستاهل التقدير لكن أنا محترم وبقدر أي حد، فأنا بالتالي زي ما عملت صنداون زي ما عملت القطن هعامل الهلال هنا تاني وتالت. حفنا من اللي بيديروا نادي الهلال، وحفنا من الجماهير المتعصبة نادي الهلال، وحفنا من اللعيبة اللي مش عارفة يعني روح الرياضية في نادي الهلال، مش هتأثر على العلاقة التاريخية ما بيننا وما بين السودان الشقيقة. علاقة هي احنا بلد واحد مصر والسودان، ومش كلام انشا والله، والله ما كلام انشا، من زمن الزمن نسمع ملك مصر وسودان، هي كانت تتبقى مصر والسودان كانت حاجة واحدة يعني. المهم يعني محاولات بائسة من مجلس إدارة نادي الهلال وإعلامه لاستفزاز جمهور النادي الأهلي، اللي على فكرة مش هيستفز لأنه عارف قيمته. أنا عارف، أنا راجل أسد، عمرك شفت أسد بيستفز أو قطة تستفز أسد أو أسد حتى يعني؟ كمان في حكمة بتقول لك إيه، مجموعة من الأسود بيجروا أو مجموعة من الحمير بيجروا في سباق، الأسد قاعد يعني بتجريش ليه؟ قال لك أنا هجري وسط حمير، انا اسد يعني. فان الاهلي بجمهوره مش هيتم استفزازه. محاولات بائسه من الاعلام بالامس، الاهلي بيتهرب، الاهلي طالب بالتاجيل المباراه المصيريه، الاهلي النهارده المسؤولين في نادي الهلال بيقول لك ايه، مجلس اداره نادي الهلال قال لك ناقش الوضع الراهن واخر المستجدات المتعلقه بفريق كره القدم، وقال لك مخاطبه الاتحاد الافريقي لكره القدم بواسطه الامين العام للنادي وارفاق
كافة الفيديوهات التي تصدر من جماهير الأهلي ضد نادي الهلال والتي تدعو إلى بث ونشر الكراهية وإفراغ كرة القدم من معانيها السامية والرفيعة، وحث الاتحاد القاري على القيام بكافة الإجراءات التي تحفظ وتؤمن سلامة بعثة الهلال وجماهيره منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة. هذا الكلام بعيد يعني وبيستفز جمهور النادي الأهلي وبيحفزهم ضده، وهذا لن يحدث. احنا بنقول احنا اخوات وهنعملكم المعاملة التي تستحقوها جوه الملعب، فرق القيمة التاريخية والبطولات والتاريخ بتاع النادي الأهلي ونادي الهلال، لكن خارج الملعب انتوا اخواتنا وعلى راسنا من فوق يعني. وان دل هذا الخوف ده والعمل ده كله، اولا بيحسوك او بيخلوك تندم ان انت تعاملت مع الإدارة ديت او اعتبرت الإدارة ديت انها بتمثل فعلا النادي الأهلي، بتمثل اشقاء من السودان، لانه ان انت عاملتهم من خلال الفتره اللي فاتت لما التجاوزات اللي حصلت في قلب الملعب والجمهور نزل واعتداءات اللي عليك ورفضت تشكوهم، هم صدروا للجمهور ان انت شاكيت كم اكاذيب وتدليس بيخليك تندم ان انت عملت مع الناس دي جميل اساسا يعني. لكن تاني وتالت وعاشر اللي بيقولوه ده معناهم انهم حاسين انهم قلوا ادبهم وغلطوا على في النادي الاهلي هناك، فهم خايفين من رد الفعل هنا. وانا هنا بطمنكم يا اخواننا، تاني انتوا جايين على دماغنا من فوق، انتوا اخواتنا واهالينا جمهور نادي الهلال، لكن مسؤولي نادي الهلال وفرقه الهلال داخل المستطيل الاخضر رياضيا كرويا هيتعاملوا بما يصحهم باذن الله. واتمنى لعيبه النادي الاهلي يكسبون فرق 3 4 ان شاء الله باذن رب العالمين. مش هنكمل القرف اللي بيتقال ده، علشان هذا الكلام ان ده اللي بيدل على ان لا اعلام مسؤول ولا إدارة مسؤولة من نادي الهلال محاولة تصدير أكاذيب وتدليس سواء في الإعلام أو حتى من الناس، وده كله لإرضاء سيدهم يعني، وإنتوا عارفين مين سيدهم يعني. بالنسبة ده الفرق الكبير، حتى ده كمان فرق كبير، النادي الأهلي داس على سيدهم، ده النادي الأهلي بجمهوره داس على سيدهم بجرشيناته وبفلوسه، وهم بيقبلوا أحذية سيدهم ده. شفتوا ده الفرق كمان يعني. بالنسبة لنادي غزل المحلة بيفوز على نادي الزمالك 5-1، 5-1 بطولة الجمهورية للشباب. طبعا بالأمس كان فيه مباراة مواليد 2007 تقريبا، والواد انضرب اسمه أحمد صلاح وهشام صلاح ضربوه وجاله ارتجاج في نادي الزمالك. النهاردة كانوا بيلعبوا في المحلة تقريبا مباراة في بطولة الجمهورية للشباب، غزل المحلة سكعت الزمالك، كسعامت الزمالك 5-1 يعني. الزمالك بيقطع الرتوش الأخيرة الاتفاق مع خالد جلال مدير فني خلفا لجيزفالدو فيريرا. الرابطة بتعرف تأجل أي، لكن الأهلي لا. وعلى فكرة برضو زي ما اتكلمنا وقلنا الأهلي بنسبة كبيرة كان حسم جدة أمور في الساعات الماضية فيما يخص النادي الأهلي والمشاركة في كأس الرابطة ومباراة المصري. لكن زي ما قلت لحضراتكم بعد النادي المصري او ياسر يحيى ما طلع مع هاني حاتوت، طلع مع اعتقد سيف زاهر او ابراهيم فايق وقال لك لا ناجل، احنا جاهزين ومستعدين للمباراه. وبصراحه هذه التصريحات لقت اشمئزاز غريب، وقلت بالامس هذا لا يليق. الان النادي الاهلي كان تقدم بموقف رائع، على حد قول الكابتن حسام غويبه بالامس ان النادي الاهلي استضاف المصري تدريبات المصري في التتش ايام التهجير، وكان الكابتن صالح سليم بيفتح الدواليب علشان يدي لعيبه المصري الأحذية، ومع ذلك بنشوف الطريقة والتعامل ازاي كان طالع لكن اجلي. طب تعالى نعكس الآية هكذا تحدث. النهاردة بعد الرابطة امبارح ما طلعت الخطاب برفض التأجيل مباراة المصري والنادي الأهلي، النهاردة النادي المصري بيقول لك نبعت خطاب للرابطة موافقين على تأجيل مباراة. بعد ايه؟ طب ما الرابطة قال الكلمة ايه ملهاش اي 30 معنى، زي عزومة فض مجالس يعني. هنعمل بس لكن النوايا ايه؟ الحقيقة انت قلتها قبل الخطاب بتاع الرابطة ما يوصل، والخطاب بتاع الرابطة وصل قال لك نرفض. انت بتقول عندي مش مشكلة ان انا اجل، يا حلاوة. والناس والاهلي باعلامه بجمهوره يعني ناس بياكلوش من الاونطة والله ما بياكلوش. لكن عموما تاني وتالت وعاشر ما كانش ظهر المسؤول، كنا ممكن نقول هو موقف جيد من النادي المصري، لكن المسؤول طلع قال لك رفض. هو المتحدث الرسمي هو ممثل، ده مش واحد من الجمهور، ده ممثل النادي المصري يعني. لكن عموما نتمنى ان اللي جاي نبني عليه يكون افضل من ذلك يعني، والناس تستغل هذه الامور لتحسين العلاقات مش تسوء العلاقات يعني. بالنسبه للنادي الاهلي والحوارات المصري، كابتن احمد شوبير كان توسط ما بين النادي الاهلي وما بين احمد دياب والرابطه علشان النادي الاهلي يلعب بالناشئين، وبعض الاقتراحات على الكابتن محمود خليل مجلس الاداره بالامس ايه المشكله الراجل هيروح بره يسافر عادي والفرقه بتاعتك مش هتشارك، ايه يعني المشكله المجموعه من الناشئين يقودهم مين؟ الكابتن سامي قمصان يشاركوا في بطوله الرابطه اللعيبه الناشئين، وسامي قمصان هو اللي يدير اللقاء في كاس الرابطه. النادي الاهلي حتى الان لم يحسم هذا الامر،
كان في الساعات الماضيه كان الاقرب النادي الاهلي مش هيكمل، هيعتذر عن المشاركه، لكن جد هذا الامور ومحاولات بقى من الكابتن شوبير انه يقرب. طب نلعب ده، طب الرابطه بتقول لك نلعب بالفريق الاول، طب مش اما ده اللي يعتبر الفريق الاول سامي امسون هو اللي وهكذا، لكن هننتظر. لكن حد امس كان ب 99 قال هينسحب. المستجدات الجديده بقى النادي الاهلي لم يتخذ قرار بالمشاركه بالشباب، ولم يتخذ حتى الان لسه هيبعت الخطاب بقى بشكل رسمي للرابطه. الرابطه اللي قرروا الرابطه تاجيل مباراه نادي بيراميدز وامبي لمده 24 ساعه، هتقام يوم الاحد بدلا من السبت. ما انتوا بتحبوا اهو بتسمعوا الكلام وبتريحوا الدنيا وبتريحوا الامور وتمام التمام، يعني ليه يعني انا مش قادر استوعب الاهلي اجل؟ لا انما ما ناجلش ده، ناجله ليه؟ اجل 24، اجل لبيراميدز لكن الاهلي لا. ده اللي يدل على ان الرابطه بتخاف من مالك بيراميدز اللي قال لهم انتوا اللي بتحبوا نادي معين، طب تعالى رئيس نادي نقعد مع بعض ونتكلم وبتاع، يعني مش عارف ايه. بالنسبه للنادي الاهلي تلقى خطاب وموافقه على طلبه بتاجيل او لعب مباراه النادي الاهلي والهلال يوم 1 ابريل الساعه 9 مساء، مباراه الاهلي والهلال. وبناء عليه النادي الاهلي ارسل خطاب لهيئه استاد القاهره بتحديد هذا الموعد لمباراه نادي الهلال السوداني. الكاف اختار الحكم الموريتاني عبد العزيز بو حكم لمباراه الاهلي والهلال السوداني، ويعاونه ايضا مواطنيه من موريتانيا حمدين ديبا وابراهيم سالم بجانب موسى دايو الحكم الرابع. كل التوفيق للنادي الاهلي. موريتانيا دوله عربيه شقيقه، والهلال والاهلي من دولتين السودان ومصر، دولتين اشقاء. ان شاء الله يكون موفق الحكم الموريتاني عبد العزيز بو بإذن رب العالمين. قلت لحضراتكم بالأمس النادي الأهلي بيتعاقد مع لاعب لكرة السلة بترشيح من أوجستي. اليوم النادي الأهلي بيعلن التعاقد مع مايكل ديكسون لاعب السلة بديلا لولتر هوج. بالنسبة لأفشة بيعمل إعلان وهيظهر في رمضان، علشان خاطر النادي الأهلي هنتفرج على الإعلان يا أفشة لأنك لاعب في النادي الأهلي. لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي بتخطر الحكام بإيقاف المباريات المسائية اللي هيكون خلالها توقيت المغرب. قال لك إيقاف المباريات المسائية في جميع الدرجات خلال شهر رمضان المبارك من أجل منح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار. معتز الغشامي، معتز الغشامي بيقول لك إيه؟ صورة كهرباء عملناهم غليان، عامل لهم هسهس، عامل لهم هستيريا في دماغهم. بيقول لك ايه؟ يجب محاسبة المسؤول عن نشر هكذا صور عبر حساب اتحاد الكرة المصري، نشر صورة فيتوريا وكهرباء. قالك استفزاز لا يليق وتوريط غير مقبول لمنتخب مصر في مكايدة جماهيرية يفترض أن تكون حاضرة حول المنتخب. لا لاعب سب نص جماهير مصر يتم تكريمه ونشر صورة بهذا الشكل وكأنه احتفال بمن أخطأ وتجاوز وتطاول. عيب يا جدع، عيب، انت اختش على دمك. لا نضربه في الركن، تم تيجي كده نجيب لك نبلة زي بتاعتك ديت وتيجي تصوب عليه في ميدان عام، ما تيجي وتخلصه على ايه الغل ده؟ انت ليك ايه يا ابني عنده؟ انت ليك فلوس؟ ثم انت مالك؟ شتم ما شتمش، ده الامر ده يخص لجنه الانضباط هي اللي تقرر، لكن انت اساسا اقسم بالله يا غشامي انت حته عيل جاهل. مره كهربا مش هيلعب برنامج وهو لعب كهربا، المفروض اللي زيك يستخبى. يالا يا ادعي يالا اختيش يالا، كل سنه وانت طيب يا غشامي. شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.